بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما في شك يا أخوان إن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أعظم القربات التي يتغرب بها الإنسان إلى الله عز وجل. لكن بس أنا عندي نصيحة للمنتدى السلفي والأخوان، إنه أنت إذا أردت أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى فلا بد إنك أنت تجعل من الأنبياء والرسل قدوة لك وتتخلق بأخلاقهم. أنا حقيقة دائما قاعد أحضر المناقشات بتتم داخل الجامعات من قبل الإخوان، ففي مشكلة في الخطاب، بس ملاحظ إنه دائما هو ممزوج بالشدة ومسألة الهتر والحاجات الشنو اللي هي بتوقر الصدور. فأنا دار أقول إنه الأصل يا جماعة، الأصل في الإسلام والحوار والنقاش هو إن أنت زول مهما بلغ من الكفر والزندقة والحاجات السيئة دي، أنت لازم شنو تتعامل معه بالرفق واللين، لأنه ده الأساس في شنو في الحوار. لأنه ربنا سبحانه وتعالى جعل له آية، ربنا سبحانه وتعالى لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ناقش الكفار والمنافقين وغيرا من أهل الكفر والزندقة، قال له ناقشا بالعقل، لأنه في ناس غالبا كده شنو يعني ممكن ما يؤمن بالنقل ذاته. فقال له زي ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في سورة 7 على ما أعتقد، قل من رب السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فهو المسألة إنه النبي عليه الصلاة والسلام ما في شك إنه على الحق المطلق لأنه بيجي وحي، وغيره إنه على الباطل، لكن مع ذلك التنزل في الحوار. فإنت جيت الجامعة دي، والجامعة دي فيها علمانيين وفيها شيوعيين، وما مختلف معاك إنه الشيوعية والعلمانية والصوفية والجمهورين وكل الطوائف دي على باطل، لكن إنت أدي الناس فرصة معاك، حاول شنو تألف عشان يقدروا يطلعوا جواهم وتقدر ترد عليهم بصورة علمية وموضوعية. دي المسألة الأولى، إنك أنت لازم شنو يعني بتكون عندك الحتة دي. فدائما يعني في ناس كثيرة يمكن داخلك بنفس المنطق ده، لكن أنا بعد مرات قاعد أشوف ردود معي ها إنه أنتم تجعلوا من يعني دي برضو حاجة دار أبين فيها، إنك دائما تمشي تقول إنه ربنا أصلا يتعامل مع الناس دي في آيات قرآنية بإنه لازم يعني ممكن أهتر بها، وتقول لي يا ربنا قال عن قوم فرعون وهامان إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فبس دار أقول إنه يا جماعة الآيات دي إنه ربنا سبحانه وتعالى هو حر في إنه يتكلم في العباد كما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن قال لك أنت كداعية لازم شنو لازم أنت مأمور بشنو بأنك أنت تتألف. الإنسان المسلم يألف ويؤلف، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، ما نزع عن شيء إلا شانه، فدعوة الحق محتاجة شنو اللين. دي المسألة الأولى. المسألة الثانية، أنا برضو عندي مشكلة في مسألة السلف، يعني مسألة السلف دي عندكم لا فهم دائما إنه بتجعلوا من الفهم هو أولوية في شنو في 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 فهم الشريعة الإسلامية. أنا دائما بقول الأفضل، وزي ما ربنا سبحانه وتعالى إن نحن نفصل ما بين الوحي الإلهي وما بين فهم الناس، ومسألة إنك تقول لي فهم السلف والمسألة العاطفية إنه السلف ذيل الصحابة والتابعين ونحن امتداد ليهم، أنا بشوف ده أي كل الطوائف الإسلامية بتقوله، جماعات إخوان مسلمين أو صوفية أو غيرهم كلهم بيدعوا الادعادة، بيقول والله شنو نحن كلنا تابعين الصحابة ونفهم بفهم الصحابة وعاملين مكاتب وكتب وحاجات كثيرة جدا. لكن الصح شنو؟ الصح إنه الحاجات دي كلها إحنا نرد شنو للدليل النقلي القطعي والدليل العقلي برضو المحكم. فده شنو لازم نفصل بين حاجتين دي، لأنه مسألة السلف دي ذاتها أنا من ناحية نظرية كده الأديان ذاتها جات عشان شنو تخرج الناس المجتمعات من حاجة اسمها التفكير من الوراء. لأنه دائما الناس قبل الأديان كان كل شنو نسبة وعي أو وعي الجمعي يتشكل من شنو من طبيعة بتاع نسق اجتماعي عايشينه، ومن حاجة بآباء وأجداد وتقاليد دي كلها بتشكل وعيهم الجمعي. الأديان جات قالت لهم شنو يتحركوا مع حركة الحياة وافهموا، قالت لهم ما ترتبطوا بالماضي. فأنا بشوف إنه تقول لي لما تقول لي السلفي معناه سلف ده شنو معناه ماضي، معناه ما مضى وانتهى، يعني هي طريقة بتاع التفكير للوراء، يعني ما عنده نسق محدد أو نسق معرفي صحيح، يعني إنما هي طريقة للتفكير من الوراء. الكلام ده من ناحية موضوعية ما صح. وأنا زي ما قلت لك إنه الأديان طبيعتها جات كثورة مفاهيمية، إنه الناس تتفاعل مع حركة الحياة وتفهم والنصوص القرآنية والسنة وكل دي حاجات مرنة بالمناسبة، ممكن كل زي بيفهمها بيفهم، لكن في النهاية بس كيف نحن نجعل حاجات معايير كده موضوعية عشان نقدر شنو نخدها هي ميزان.
فدي شنو؟ فدي مسألة السلف دي يعني هي الليلة الآن ملاحظة أنا أنتوا ذاتك سلف يعني في اختلاف كثير يعني فيشوف إنه يعني نفس المسألة يعني كل واحد يربط نفسه بشيخ كبير زي الألباني مثلا ويقول إن إحنا تلاميذه نفس الشغلة تقول للناس أنا إحنا صحابة وده كله يا جماعة ما بتعرفه أنت إلا لما شنو بتجعل الأشياء في موضعها وتربط الحاجات دي بالواقع. فمسألة السلف دي يعني حاجة كده دايرة شنو دايرة وزنة يعني إنه تقول لي نرجع تفكير الواضي المرة دي ما أنا غايته شخصيا شايفة شنو يشوف إنه الناس القرآن هذا بيان للناس ما ستة ولا سبعة ولا مجموعة من الناس ممكن يفكر وإحنا نمشي وراهم وإنما شنو الناس كلها من حقها تفكر وتناقش من موضوعية. معلش طولت عليك. الشيء الثاني في حاجة كده بس أنت أشرت لها اتكلمت عنها إنه قلت الحركة الإسلامية أو الإخوان المسلمين ده العلمانيين ما بتفق معك في الحتة دي وأنا ما أخو مسلم وزي ما قلت لك ما عندي انتماء لكن أنا قرأت لي كتب الإخوان المسلمين والحركات الإسلامية بالعكس أكثر جماعة إسلامية هي بتدعو لعملية الدولة وجود دولة إسلامية بصورة حقيقية وبصورة فعالة الحركات الإسلامية. لكن أنا بلاحظ إنه من خطابك وخطاب كل الجماعات اللي وقفوا هنا إنه أنت كلامك إنه نعبد الله وما علينا بالسياسة. السياسة دي محتاجة حاجات فعلية يا جماعة. السياسة معناها تتحرك بصورة فعلية عشان توجد دولة ما معناها نحن بس الارتباط الروحي مع الله عز وجل ده هيجيب لنا الشغل الصح. بالعكس في حاجات مادية لازم نحن شنو نمشي ونتحرك فيها. دي مسألة إنك تقول الحركات الإسلامية والقامة المعاصرة ودي حاجات كثيرة وأحزاب كثيرة هم كلهم بيسعوا في النهاية شنو لأنه ما تكون في دولة علمانية اللي هي ما دار الدين في داخل المؤسسات. فأتمنى إنه شنو الرد بيكون بصورة منطقية وموضوعية بعيدا عن أي يعني هتر وحجاز زي دي عشان نقدر نستفيد من بعد. جزاكم الله خير وشكرا. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أبدأ من نقطة الأخيرة إنه ده الرد موضوعي ومنطقي. تعلينا قريب بس أنه أنا برضو عندي لك أسئلة إخواننا ده منطق ولا ما منطق؟ أنتوا ليه إخواننا الناس بيخافوا من خليك قريب تفضل خلاص. أنا بعدين عندي لك أسئلة وكلامه لما وجه لنا ما بيمرق من حاجتين إما آيات فاهمة خطأ وده ما نبز صح ولا ما صح لأنه أنت وقفت قدام الناس ومسكت المايك وخطأتنا مش خطأتنا نحن خطأت السلف ذاته وقلت ما ممكن نباري لنا ثلاثة ولا أربعة نفر نفهم الدين بفهمه خلاص. فانت خطاتنا تصبر على التغطية زي ما انت قلت. طيب قال انت تتخلق بالانبياء في الدعوة الى الله ودي نقطة بتناقض كلامه قبيل او في النهاية انه قال الحركات الاسلامية او الاخوان المسلمين وكذا انهم اكثر ناس يعني دعوا الى اقامة الدولة الاسلامية ومسألة العلمانية دي انا جايك لها دي انا دار اخليها نقطة اخيرة لانه ده موضوع مهم جدا وبيحتاج لي وثائق عرفتها. فمسألة إنه الإنسان يعني يمشي مع وراء الأنبياء في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لأنه الدعوة عبادة دي نقطة مهمة جدا ونحن دارينك ما تنط منها دارينك ما تنط منها في وسيلة الدعوة وفي بما يبدأ الدعوة. أول حاجة في الخطاب قال في مشكلة الخطاب قال الزول مهما بلغ في الكفر تتعامل معه باللين. لا خطأ كلامه خطأ للأدلة. ربنا قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الغلظة دي أخواننا الغلظة دي من اللين ولا من الشدة؟ كلام منطقي بس من الشدة صح. يبقى ما كل الناس بنعاملهم باللين وكونك ذاته كونك عبارتك دي تقول انه كل الناس نعاملهم باللين ده ذاته ما صح. ليه؟ لان اخواننا الناس بيختلفوا صح ولا ما صح. اديك مثال اسئل لها الشعبي ده يتعامل مع الكيزان بالغلظة ولا باللين؟ سؤال بالراحة كده من حيث الواقع بشنو؟ بالغلظة. والحركات الاسلامية الكيزان يتعاملوا مع الشعب لما المظاهرات قامت بغض النظر عن حكم المظاهرات بشدة ولا اللين؟ بشدة. نحن السلفين نجي نتكلم بس لا بنشيل سيخة زي الحركات الدافعة عنه طبعا ما منتمي لها ولا نحن اتهمناه بها. والعلمانيين بيخرجوا بالثورات ونحن just talking بس بنتكلم يجي يقول لنا اخواننا بشدة وديل بيقتلوا في ديل وديل بيقتلوا في ديل. انت ما كان تمشي للحركات دي تمشي تزالهم تقول لهم حركاتكم دي ما ظريفة عرفتها؟ فده كلام باطل. الصحيح يا أخونا عشان نحن نستفيد ربنا سبحانه وتعالى قال ادعوا إلى سبيل ربك شنو
بالحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة هي وضع الشيء في شنو؟ في محله. الزول اللي بيغلظ تغلظ عليه، والزول اللي بيجي باللين تلين معه، والزول اللي بيحتاج موعظة توعظه. عشان كده في آية انت أشرت لها في كلامك، ربنا عز وجل قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الآية وقفت هنا، قال إلا الذين ظلموا منهم. عرفتها؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في برضو في آيات كثيرة من آيات القرآن في بيان المجادلة وكذا وكذا، ربنا قال يعني ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وآيات في المعنى ده كثيرة. فيبقى أخواننا الزول الكافر ذاته أنواع، لأنه تقول لي الزول مهما بلغ في الكفر، مهما بلغ في الكفر تتعامل معه بلين. والقاضي الحكم على محمود محمد طه منتمي للحركات الإسلامية. الشنق لين ولا شدة؟ الشنق لين ولا شدة؟ أها دي الحركات الإسلامية. أنا ما قلت أنت منتمي لها طبعا، عرفتها، لكن دي الحركات الإسلامية. فيا ناس ما تتكلموا ساي، المكاشف طه الكباشي الحكم على محمود محمد طه، وجزاه الله خير في النقطة دي. طيب قال ناقشهم بالعقل، ناقشهم بالعقل، وهو في النهاية جراجع، لأن العقل ده مقدم على فهم السلف ونحن جايينه. طيب وهل القرآن والدليل ما جاب العقل؟ هل القرآن ما جاب العقل؟ ربنا سبحانه وتعالى لما قال في نقاش الشيوعين، ربنا عز وجل قال في سورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الشيوعين عندهم نظريتين، نظرية الأولى بتاع داروين الباطلة، والكفار ذاته قالوا دي نظرية فاشلة ساي، والنظرية الثانية برضو نظرية فلسفية عقلية برضو، وهي بتقول شنو؟ بتقول إنه يا أخواننا الكون وجد صدفة. ربنا قال أم خلقوا من غير شيء، يعني لو قلت لي العلماني المايك ده جا ساكت ما في زول صنعه، والكرسي جا ساكت ما في زول صنعه، هل الكلام ده بيبقى موافق للعقل ولا مخالف للعقل؟ مخالف للعقل، ده نقاش عقلي. انت تقول انا ما عارف الحجج والادله اللي بناقش بها، نحن عندنا الحجج اللي بنناقش بها. وليعتبر الملحد والعلماني وغيره انه نحن الايات والاحاديث دي لانه ما بيؤمن بها، اللي يعتبرها يا اخي كلام منطقي بس، ولا يعتبرها مقدسه. اللي يعتبرها شنو؟ نحن المسلمين بنعتبرها مقدسه، لكن هو ما يعتبرها مقدسه، يعتبرها نص. راي شنو في النص ده؟ هل النص موافق للعقل ولا مخالف للعقل؟ فنحن اول حاجه مبنى نحن بنناظرهم بالدين بالآيات والأحاديث، والآيات والأحاديث فوق للعقل ذات، لأنه ربنا قال وقالوا عن أصحاب السعير وقالوا لو كنا نسمع أو شنو أو نعقل ما كنا شنو في أصحاب السعير. ربنا قال فاعترفوا بذنبهم فسحقا لمنه لأصحاب السعير. طيب قال لازم ترد على الناس بصورة منطقية. أنت الليلة جيت رديت علينا من غير كتب، وأنا جيت رديت على الجمهور ده بكتب منطقية أكثر من كده، كيف؟ لما انت تعال وريني ما هي الصورة المنطقية يا اخوانا. زول ده جا خاشي قال لي انت كذبت في كتاب محمود محمد طه، وانا بتحير انت ليه ما تكلمت عن اسلوب الزول ده يا اخي. نبذنا نحن والله نكون راضين عنك، ورد على الزول ده صح ولا ما صح؟ يجي نبذنا نحن ويخلي الجمهوري البدافع عن محمود محمد طه، دياته منطق؟ دياته انصاف؟ وانا اجيب له اكتر من كده منطق كيف؟ جبنا شاشة وجبنا كتب وبعد ده كله ما منطق. لو افترضنا انه المنطق حاجه تانية انت جبتها، المنطق انت جبته، فزول يا اخوانا ما يتكلم ساي. نحن جبنا كتب الناس ديل، ونحن بنحترم عقول الطلبه اكثر منك انت ذاته، لانه جبنا كتبه، انت اللي انا ما جبت كتاب. طيب وبعدين انا والله في كتب هنا عليك الله امرك علي، الله كونك تدافع عن الكيزان دي بلوى. الكيزان ديل الان بيقوم عليش يعني للعباره، لكن بيقوم زي جن الحرام، زول دايرهم ما في، انت تجي تتبناهم. انا ما بديك كتبهم منهجهم شين، ده تشبيه، والتشبيه ما فيه حاجه، ما التشبيه ما فيه اي حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اول صوره اول زمره يدخلون الجنه كشنو؟ كالقمر ليله البدر. التشبيه ما فيه شيء، فهمت الحاصل؟ تشبيه شيء بشيء في وصف معين ده ما فيه مشكله. انا بتكلم عن انهم منبوذين، عشان كده قلت لك زي شنو؟ زي جن الحرام ما فيه حاجه. طيب قال ما تقول لي انه ربنا قال، ما اقول لك ليه؟
انت مش قبل قلت لي انا ارى انه ما نتبع السلف، انا ارى انه اقول لك. ما هو راي ساكت ما عنده دليل. طيب ربنا قال ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا شنو؟ كانوا خاطئين. قام قال ربنا حر يتكلم في العباد كما يشاء. طيب ربنا ما قال اتبعوا القرآن ده المنه فرعون ده. ربنا ما انا ما عارف انت مره تدافع عن الجمهوري ومره عن فرعون، انا ما اقدر اخش معك في محل تجي تقول لي كلام شين، لكن ده كلامك انت. ربنا عز وجل سبحانه وتعالى قال اتبعوا في سوره الاعراف الايه الثانيه. لو داير افتح المصحف انا ما اعرف ثاني يبقى ردي منطقي كيف يا اخوان. ربنا قال اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم. عشان كده ربنا انا بجيب الاوصاف ربنا وصف بها ناس، زول بيستحقها بنزلها فوقه، زول ما بيستحقها ما بنزلها فوقه. دي الحكمه كده، انه الشيء ينزل في محله ومكانه. والنبي عليه الصلاه والسلام قال من سمعتموه يتعزى بعزى الجاهليه. زول بيدعو للجاهليه، يا اخواننا نحن قبيلتنا كده وديل قبيلتهم كده، ودار يفرق الناس ويدعو للباطل او بيدعو لشيء من امور الجاهليه زي الشرك وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال فاعضوه بهني ابيه ولا تكنوا، يعني قل له عض ذكر ابيك ولا تكني. ده النبي صلى الله عليه وسلم. وابو بكر الصديق لما الرجل في 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 الرجل جاء وقال للنبي عليه الصلاه والسلام قال له ما ارى حولك الا اوباش يفرون عنك، عن الصحابه يعني. ابو بكر الصديق قال له امصص بذر اللات. صح ولا ما صح؟ ده كافر في الوقت ده. هل كلام ابو بكر الصديق ده شده ولا ما شده؟ شده. النبي صلى الله عليه وسلم اقراه ولا ما اقراه؟ اقراه. فما تقول لي الزول يقول اي كفر انت تعامله باللين، لا ما اي كفر. والناس بيختلفوا، في زول يا اخواننا مسترشد مستفهم، زول داير يفهم. والزول اللي داير يفهم ده لو جا ضربني انا بعرف اعامله، لكن زول قد يجي يقول لي والله انتوا ناس كويسين وما شاء الله وكده لكن منهجكم باطل. لا 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 لا، ده انا ما بعامله بالتي هي احسن. انت افهم الحاصل. لكن زول كان جاهل مثلا، او زول ما عارف او ما عنده حجه، وجا جراني لما انقطع قميصي كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخذ بحاشية الرداء المحلة دي، قال حتى أثر على صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا محمد، ما قال يا رسول الله، قال اعطني من مال الله فإنه ليس مال أبيك ولا مال أمك. قال فما التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبسم ثم أعطاه غنما بين جبلين. فرجع الرجل إلى قومه فقال أيها الناس جئتكم من محمد فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فأسلم قومهم أجمعون. عرفته؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع اللين في الزول اللي بيستحقه، ووضع الشدة في الزول شنو؟ اللي بيستحقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج الخوارج كلاب النار. ربنا قال في القرآن واتل عليهم مثل الذي آتيناه آياتنا. أنا بقول الكلام ده عشان تاني بالله ما فزول يخش لنا في الأسلوب وما الأسلوب. عندك دليل قولوا لنا، ما عندك دليل أمرك بعيد. عرفته؟ ربنا قال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ربنا قال ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل شنو؟ الكلب. ده في سورة الأعراف. هل دي حكمة ولا ما حكمة؟ لو قلت ما حكمة بتكفر، لو قلت حكمة بنقولها نحن. وربنا نزلها ليه؟ طيب قال عندي مشكلة في مسألة السلف بتجعل من الفهم أولوية. طبعا دي أخواننا نقطة خطيرة جدا. مسألة الفهم ليه أولوية؟ بالراحة كده، لأنه أنت قلت الآن في أنصار سنة وفي سلف وفي أخوان مسلمين وفي كيزان شعبي تبع التراب الكافر المجرم، وفي كيزان وطني شاتون برا، وفي صوفية تجانية ونقشبندية وسهرة وردية وكزنزانية وختمية وقادرية وسهرة وردية ونقشبندية إلى آخر.
ديل كلهم بيقولوا الكتاب والسنة. طيب وناس داعش طبعا لو 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 خلينا فهم السلف برا، لو خلينا فهم السلف برا، واي زول بعقله القران ده بيبقى ملعبه وضحوكه بين الناس. الصوفي ينادي غير الله، من وين جبت الدليل؟ وابتغوا اليه الوسيله بنادي، ونحن ناظرنا مستدلوا بالايات دي فهمنا فهم خطا بتاع داعش. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، من غير ما فهم السلف طوال جنو يكفر الناس. وإنت لو قلت أي زول بعقله بتاع داعش هسي بيجيك هنا، بيجيك هنا وبيفجرك. لو سألت يقول لك ما بعقلي، عقلي وداني إنه أفجرك. ما عقل يا أخوانا، ولا ما حر؟ حر ولا ما حر بتاع داعش؟ لو قلت حر من حقه يفجرك، لو قلت ما حر أها نرجع لفهم منه، نرجع لفهم الترابي، نرجع لفهم أبزيد ولا الهدية، نرجع لفهم البرعي ولا الصايم ديما ولا محمد عثمان المرغني، نرجع لفهم منه الضابط شنو. مثلا انت جيت قلت لي استخدم الحكمه مثلا كنموذجك ده، وانا قلت لك ما بستخدم الحكمه لانه عقلي قال لي ما تستخدم الحكمه، في شنو يعني؟ عقلي قال لي استخدم الشده. يا اخواننا المرجع شنو؟ الكوز يجي يدقك بالسيخه، يا كوز جبت الكلام ده من وين؟ يقول لك وانزلنا الحديد فيه باس شديد. ما ده عقله وداه كده. الضابط شنو؟ الضابط شنو؟ انه اي زول يفهم الدين براو، الضابط شنو؟ عشان كده نحن بنقول القرآن والسنة بيفهم شنو يا أخواننا؟ الصحابة. السؤال اللي بيطرح نفسه ليه بيفهم الصحابة؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، قال وستفترق أمتي. وده يا أخواننا من دلائل النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة قال أمتي دي بتتفرق، اتفرقت ولا ما اتفرقت؟ ما دار لأي كلام. قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ ما قال الأخوان المسلمين أنصار سنة فلان فلان، قال شنو؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أصحابي ديل منو؟ وهو يجي يقول لي ما تقول لي ناس معينين ثلاثة ولا أربعة نفر، لا بقول لك ليه. الدليل الثاني لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم، وفي لفظ خير الناس، وفي لفظ خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب. وهو قال أي زول يفهم براو؟ قال ما ممكن نتغيد بفهم نفرين ثلاثة، دار يدخل نفسه مع القرون الثلاثة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يفشو الكذب، ده قرننا ده، دار تدخل نفسك مع الصحابة. فنحن الكتاب والسنة بنفهمه بجنو فهم الصحابة. ونديك نموذج مسألة واحدة والله لو ما فهمت فيها فهم السلف تكفر الناس دي جد. ربنا قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طيب الآن محاكمنا دي، الزول اللي بيزني وثبتوا عليه والزنا وهو محصن متزوج بيرجمه ولا ما بيرجمه؟ ما قاعدين يرجمه. طيب حكم بما أنزل الله ولا بغير ما أنزل الله؟ بغير ما أنزل الله. نكفر طوالي؟ لا. ليه؟ لأن السلف قالوا كده. السلف لاحظ، السلف الصحابة ابن عباس قال كده كويس. لو جيت شلت فهم السلف برا حتكفر الحاكم، وحتكفر الزاني، وحتكفر شراب الخمور، لأنه ربنا نزل في القرآن تحليل الخمر ولا تحريم الخمر؟ تحريم الخمر صح؟ الزول شرب الخمر ده عمل بالآية ولا ما عمل بها؟ ما عمل بها. إذن حكم بغير شنو؟ بغير ما أنزل الله. ومن حكم بغير ما أنزل الله شنو؟ كافر. يبقى شراب الخمر كافر. البيت اللي بتتبرج صاحي واقعة في معصية في الإسلام، ده الإسلام الصحيح، وما كافرة، بينها وبين الله إن شاء الله عذبها وإن شاء شنو غفر لها، ده إذا ماتت على التوحيد. وفي الدنيا إذا تابت إلى الله تاب الله عليها. لكن نحن بنسأل هل ربنا نزل في الدين المرأة تحتشم وتحتجب، ولا نزل في الدين أن المرأة تتبرج؟ ربنا قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. طيب لما أنا أجي أشوفها متبرجة حكمت بغير ما أنزل الله ولا بما أنزل الله؟ بغير ما أنزل الله.
طيب لو أنا ما بفهم بفهم السلف معناه البيت المتبرجة دي شنو؟ كافرة. وقس على ذلك البسيف تنباك والبشفط سجائر وغيرها من المعاصي. فلو ما جبنا فهم النفرين الثلاثة اللي انت بتستهزأ بهم ديل كان كفرتنا تب. بتكفر الفوق وحتكفر المجتمع. ليه؟ لأنه ربنا قال والذين كفروا بربهم يعدلون. وده الفهم بتاع الحركات الإسلامية. وأنا أقول لك بصراحة أنت أنا ما بجزم إنك منتمي لتنظيم كده إسلامي ولا غير إسلامي باسم كده ومنتمي وعندك عضوية، ما بجزم، الله أعلم. لكن أفكارك دي نفس أفكار الكيزان، نفس الفيروس بتاع كورونا كيزان أنت شايله، والله جد نفس الفهم شايله أنت. وتجي تطعم في السلف وتجي تقول لنا بالحكمة، لا ما بالحكمة، زول لخبط في الدين وطعم في الصحابة ويقول نفهم الدين بفهم سبعة ولا كم نفر. ده الرجال يا أخي، ربنا قال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الكيزان ديل ما مسكوا الحكم، عملوا شنو؟ صفوه. والصحابة نشروا الدين، عرفتها؟ طيب أنا جاي لنقاط كثيرة خطيرة، فعشان كده بنجعل الفهم بتاع الصحابة هو شنو؟ هو المرجع. زي الليلة في الطب وفي الهندسة وفي الرياضيات وفي غيرها في حاجة اسمها شنو يا أخواننا؟ قانون، صح؟ في ستاندر. مثلا اختلفنا في الهندسة، هل العمارة دي ملوية ولا ما ملوية؟ مهندس له 27 سنة وذاك له 30 سنة، لا ملوية لا ما ملوية، يا ناس بالراحة في كود، صح ولا ما صح؟ جيبوا المسطرة بتاعت البنى خدتوها، شيلوا جيبوا بتاعنا المساحة، يجيبوا البتاع حقتهم ديك، بنشوفوا جاي 90 درجة معناه عديل، مال يمين ولا شمال معناه شنو؟ معناه ما عديل. في مرجع. ناس الطب لا، الفيروس ده بيصيب الناس، لا ما بيصيب الناس، لا بيضرب آسيا لا بيضرب أفريقيا. بنمشي نرجع لناس منه؟ لناس الطب، كويس؟ بنمشي نرجع لناس العلوم وهكذا. إلا الدين ما يكون عنده مرجعية، إلا الدين. طيب لو أنت قلت أي سلف نحن نشيله برا، ما تتكلم عن سلف ناس الطب؟ قول لهم يا أخوانا والله الناس اللي اكتشفوا مرض الملاريا ده السلف بعيدين، نشيلهم برا. ليه نحن في الطب والله أسي هو ذاته لو مرض امشي للدكتور اديه كينين ولا مصيبه الزمان، ستة ايام تلقاه راقد في البيت، يقول لي ما تمرق برا وما تتعرض للشمس وما تشرب حاجه مره واو واو، يقول لك هاي والله صح عشان المرض ده خطير. في الدين دايره ساكت كده هبطرش، اي زول يفهم براسه. فعشان كده اخواننا الدين ده عنده مرجعيه، وده الفهم بتاع الشعبيين والكيزان ذاته. طيب قال نحن نفصل بين النص الالهي وفهم الادله، نفصل بين النص الإلهي عن الكلام من الله سبحانه وتعالى وبين فهم الناس. طيب القاعدة حقتك دي نفصل بين النص وبين الفهم، دليل شنو؟ من النص الإلهي. ما هو قال احنا ما دارين فهم ناس، مش؟ طيب هي دليل شنو؟ هي ذاتها من النص الإلهي شنو؟ جيب لنا لا دليل، فما تجي تتكلم سهل. قال الكلام العاطفي ما بينفع لأنه نازل كلهم بيكونوا تابعين للصحابة، ما في مرجع في كتب بترجع لها بتعرف انه ده تابع ماشي صح ولا ماشي غلط. قال الدليل النقلي القطعي والدليل العقلي. وطبعا دي اخواننا فلسفة ساكت، فلسفة بس، الدليل النقلي القطعي والدليل العقلي. نحن عندنا قرآن، ربنا قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون شنو؟ من المنذرين. وربنا سبحانه وتعالى قال هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، عرفتها؟ فالدليل من القرآن والسنة هو المقدم، وهو قد يعني دار يشير لقاعدة ذكروها السلف زمان. بالمناسبة قاعدتك دي سلفية برضو، قاعدتك دي سلفية. قال الرازي في كتابه وسماها بالقانون الكلي، قال إنه إذا تعارض نص عقلي نص سمعي مع عقلي نقدم ياتو. قال إذا قدمنا النص السمعي على العقلي قال ما ممكن لأنه العقلي هو الأساس. قال فإذا نقدم النص العقلي، عرفته؟ وده كلام باطل رد عليه ابن تيمية في كتاب درء تعارض العقل والنقل. فإنت ذاتك سلفي، سلفك الرازي والمعتزلة وغيره. طيب قال الأديان قال هي ثورة، قال لإخراج الناس من الوراء، يعني ما تقعدوا في السلف، ثورة قال لإخراج الناس. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم جاء لإصلاح الناس مش ثورة، وده الفهم بتاع الكيزان.
الترابي أول ما جاء قال 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 دعوهم يتحدثون عن القباب، يعني السلفيين، حتى نعتلي قبة البرلمان ثم نكسر كل القباب وندع لهؤلاء قبة واحدة حتى يكون لهم موضوعا، فهمت؟ وطلع فوق أولاده شاتو برا وفشلوا الآن، فشلوا. الطيب مصطفى كان عضو في الحركة الإسلامية قال لقد تحولت الحركة الإسلامية إلى علمانية ولم أعد قياديا بها، ومشك ولو حزب تاني سماه شنو؟ منبر السلام العادل. طيب، فالأديان يا أخواننا جاءت لتخرج العباد، مش ثورة، جاءت لتخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة شنو؟ رب العباد. وربنا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وشنو؟ واجتنبوا الطاغوت. وربنا قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ديل الرسل جلي كده، مش جلي ثورة، والتعبير بتاعك ده تعبير بتاع سيد قطب المجرم الضال المنحرف وكتبه قاعدين. طيب، قال أنا بشوف السلفي أو السلف ماضي ما عندها نسق معرفي موضوعي، لا عندها نسق، عندها نسق معرفي مبني على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، ده نسق معرفي. النسق المعرفي ده استاندر، وشنو ذاته؟ كلمة نسق معرفي دي دليل القطع، شنو دليل شنو القطع؟ زول ما يجي نجور لي يا أخواننا نجرات. طيب، قال الكتاب والسنة أي زول بيقدر يفهمها؟ ربنا قال يوصيكم الله في الكلالة، تعال افهم علي براك، إن امرؤ هلك. ها طيب، قال انتوا كسلف مختلفين. النبي صلى الله عليه وسلم قال انه وانه من يعش منكم بعدي فسيرى شنو؟ اختلافا كثيرا. طيب، هل خلانا ساي؟ والله اخذ المختلفين يا كيزان والسلف وانصار السنه والجماعه دي المختلفين يا سنعمل شنو؟ نخليهم كلهم، خليهم كلهم وباري منه، باري النبي عليه الصلاة والسلام بفهم منه الصحابة، قال كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الأربعة اللي انت ما بيهم، الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عقلك ده لو دار تعارض به والنصوص بوديك النار، ده كلام الرسول ما كلامي أنا. زول يا أخواننا يعرف فهمه بودي وين. قال الناس من حقها تفتكر. طيب، نحن ناس ولا ما ناس؟ ناس. نحن افتكرنا إنه نرجع للسلف، مش ناس؟ من حقنا نفتكر، ونحن بنفتكر إنه افتكارك ده غلط، وبنفتكر إنك تاني ما تفتكر لنا. طيب، قال أكثر حركة دعت للإسلام هي الأخوان المسلمين. والله كلام عجيب ذاته. أمرق لي كتب الجبهة ديل، ده الكتاب بتاع سيد قطب. والله لو جميك يجيب هنا برضو الناظرون، أنا ما عندنا مشكلة. طيب، هنا في الكتاب ديل قال إسلاميين قال دافعوا عن الدين، ناس بيسبوا الصحابة، بيسيئوا لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وانت ذاته ما كان في داعي تخش، انت ما استخدمت الحكمة بالمناسبة، لأنه احنا كنا زارين الجمهوريين والعلمانيين، هسي بيقت على الجماعة بتاعينك. طيب، صفحة 160، الصفحة 160 و158 سيد قطب قال وأخيرا ثارت الثائرة على عثمان، الناس الكتلوا عثمان رضي الله عنه، قال واختلط فيها الحق بالباطل والخير بالشر، ولكن لا بد لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام ويستشعر الأمور بروح الإسلام أن يقرر أن تلك الثورة في عمومها كانت فورة من روح الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الله أو ملائكة السماء؟ رجل النبي عليه الصلاة والسلام زوج ابنتين رقية ومنه وأم كلثوم، العلماء قالوا لا يعلم أن أحدا أرخى سترا على ابنتي نبي إلا عثمان. سيد قطب
ده زول مفلح. بعدين بيشتم في الصحابة لسه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم شنو ولا نصيفه. ديل يا هم الدافع عن الدين، هم ديل الناس اللي كانوا سبب في تشويه الدين في قلوب الناس، الأخوان المسلمين وسيد قطب. صفحة 158 لما نتكلم عن فهم عمر للحكم وبيطعم في عثمان، قال فإذا فهم عمر الحكم على أساس هذا التصور، يعني العدالة الاجتماعية في الإسلام وإنه يساوي بين الناس، وهو قصد الاشتراكية طبعا، قال فلا مجال لأن يكون لقرابة الحاكم امتيازات على مسائر أفراد الرعية، فإذا تناول ابنه عبد الرحمن الخمر فلا بد من الحد، وقصته في ذلك معروفة، وإذا عدا ابن عمرو بن العاص على المصري فلا بد من القصاص. والقصة دي قررونا نحن في الأساس، أنا حبيت أتكلم عنها لأن أخواننا قروها لنا في الأساس، وقصة ما ثابتة. ذكر واحد اسمه ابن عبد الحكم في كتاب اسمه فتوح مصر، وقصة معضلة والراوي عنه ومنقطعة والراوي عنه مجهول، فدي قصة ما ثابتة، لا 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 عمرو بن العاص ولد سابق زول، ولا القبط جاء لعمر في المدينة، ولا قال له متى استعبدتم الناس ولا وقد ولدتهم مهاتهم أحرارة، كل ما حصل. سيد قطب يجي في الأحاديث الضعيفة يطعن في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، عرفته؟ سيد قطب بيكفر الأمة الإسلامية كلها، دي آخر صفحة في كتاب العدالة الاجتماعية، ونحن اشتريناه في عهد الجبهجية، واشتريناه في الدار السودانية للكتب حقة الجبهجية. قال وحركات البعث الإسلامي اليوم في مفترق الطرق، قال ونقطة البدء الصحيحة في الطريق الصحيح هي أن تتبين الشرط الأساسي لوجود الإسلام أو عدم وجوده، وأن تستيقن أن وجود الإسلام اليوم قد توقف. ومن الأخوان المسلمين مرقوا التكفيرين داعش والنصرة والقاعدة وغيره، قال وأن لا تفزع لهذا التقرير الخطير ولا يتعاظمها الأمر فتحجم عن رؤيته والجهر به، وأن تعلم أنها تستهدف إعادة إنشاء الإسلام من جديد، أو بتعبير أدق رده مرة أخرى إلى حالة الوجود بعد أن توقف هذا الوجود فترة. ديل الدعوة للإسلام، وطبعا الكلام ده في منابر العلمانيين ما بعرفه لأنه ما ناس قراية، عرفته؟ قبالك أول كلمة قال المتحدث ده إنه قال يعني أنت لابد تتخلق بأخلاق الأنبياء في الدعوة، والأنبياء سيد قطب خلاهم كده يجيب كتاب، لو عندك التصوير الفني كده فتشوا. سيد قطب يتكلم في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم، قال لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج، وربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فمتى تقول لي الأخوان المسلمين أو الحركات الإسلامية دافعت عن الدين، وأكثر ناس دافعوا عن الدين؟ هذا لا مرسي، وده يوريك علمانية الأخوان المسلمين. مرسي لما حكم جابوا معه لقاء، أنا قاعد عندي في الموبايل لكن ما دار أطول على الناس، عرفته؟ قاموا سألوه قال له أنت يا مرسي لو مسكت الحكم حتطبق الشريعة؟ قال لا لا لا، هي الشريعة أصلا مطبقة أوريدي، قال بيتكلم كده بالمصري، قال هي أصلا الشريعة مطبقة أوريدي. طيب وقت مطبقة أوريدي أنت مارق على حسن مبارك ليه؟ ما مجرم؟ كذاب الأخ المسلم كذاب، عرفته؟ بعد ذاك مرسي لما مسك السلطة أول خطاب له لما 2011 مسكوا الانتخابات ومسكوا الحكم في مصر وطلع المنصة، أول كلمة قالها محمد مرسي قال للشعب المصري أنتم أيها الشعب مصدر السلطة تمنحوها من تشاو وتنزعوها عن من تشاو. ده دعا للدين، وربنا قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك، ما الشعب يا أخي دي مع علمانية هسي؟ تقول لي الأخوان المسلمين الترابي دستور 98 في السودان 98 البند الرابع، من أين يستمد الدستور السوداني شرعيته؟ قال المواطنة هي أساس للحقوق والواجبات. تقول لي مع علمانين؟ العلمانية كيف إنها عرفتها؟ والديمقراطية اللي قاعدين بيبشروا بها الأخوان المسلمين، فعليك الله ما تدافع عن حاجة ساكت. ثاني ما قال حاجة، فرصة مفتوحة للمداخلات، فرصة مفتوحة إذا في علماني ولا واحد ثاني ولا جمهوري، احنا دارين نرجع، عليك الله خلونا في موضوعنا الأساسي الجمهوريين، فرصة مفتوحة.
وطبعا يا جماعه مما يلقوا الكتب هنا عشان تعرف انه كلامنا ده بالحجه والمنطق، مما يلقوا الكتب ما بخشوا. يقول لك يا جماعه ده وين؟ اها هذه لا تعال خش، لا في متفجرات، وبنتكلم معك بالحجه بس وبالمنطق. وكونه انا ارفع كتاب الزول واجاوب عليه من كتابه، انا ما بعرف ليه غايته ثاني منطق اكثر من كده. لو انا زدت في كلامه او حملته ما لا يحتمل، معلش تعال اقيف هنا واقرا معي كتابك ذاته، لانه الاحزاب دي ما بتقرا، ما فاضيه من الخليط. الكيزان ذاتهم قاعدين يخلطوا بالمناسبه. انت ما سمعت الترابي قال شنو؟ قال لا باس ان تاخذ اختك من يدها فتحاكيها عن نفسك وتحاكيك عن نفسها، ولا باس اذا تلاقت الانفاس واذا وجدتما شيئا فلتفترقا. قال ده غام الدين ديل، يعني تي تقول لا انا مما شفتك والشمس خدرت وكذا وانت وانا وكذا. قالوا قال تحاكيها ما في مشكله. قال ولكن اذا تلاقت الانفاس فلتفترقا، وتاني بيفترقا تاني. الترابي قال في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي يا علي ان لك الاولى في النظره يعني وليست لك الثانيه. قال جايبينه في جريده، قال الثانيه قد تكون ساعه. هنا في جريده هنا عليك الامر الجرايد في شغل مجيه في، شوف هنا في جرايد. الترابي قال فرض الشريعه غير جائز، دي رفعوا رايه الاسلام وين؟ طيب لا ما دي قديمه، جريده قديمه، افتحها بس بالراحه كده تلقاها، لانه نحن دارين نحافظ على الجرايد دي. لا دي خليها، دي انصار السنه، لو جاء انصار السنه خاشي شغلك قاعد هنا. طيب لو في صادق مهدي برضو شغلك قاعد، وانا جايك للعلمانين بالراحه بس واحده 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 يا مسلم هذه له. طيب دي جريده اجراس الحريه، العدد 1033، الاربعاء 16 جماد الثاني 1432 الموافق 18/5/2011، لانه قال الحركات الاسلاميه قال هي اكثر حركات دافعت عن الدين. هنا الترابي بالبونط العريض، هذا اللي عينه له بالبونط العريض، قال فرض الشريعه غير جائز. طيب انت ليه الترابي جيت بقانون النظام العام؟ نحن قانون النظام العام بنقول من الدين، انا بقول من الدين ودايرين قانون للنظام العام، لكن انت ليه فرضته على الناس لو ما جائز؟ لكن لانه شاتو برا، كلام ده 2011 شاتو برا، لكن لما كان جوا كان بيقول انه ديل طبقوا الدين، وكان بيقول الترابي قال انا كنت احلم بالدوله الاسلاميه، قال ما رايتها في العهد الاول الامويين ولا العباسيين، قال ولا حتى في عصر الصحابه. قاعد في التلفون حقي وجدتها ها هنا، يعني الكيزان يعني في السودان قال. والكلام ده طلعوا اولاده الوطنيين، لانه بعد ما شاتوا قاموا طلعوا له التسجيلات القديمه، ما بنقدح في المثل بيقول لك بيعرف يعض اخوه من وين، مرقوا له شنو؟ مرقوا له القديم، عرفته؟ لما شاتوا برا قال ان الحكومه قد ارتدت. جاء والله ده الترابي، قالوا له ارتدت كيف؟ يعني كفرت؟ قال لا، وانما ارتدت كارتداد الكره عن العارضه. قال ده زول ده ما مجرم؟ الترابي فده زول مجرم. الحركات اللي بتقولها انت اسلاميه دي ما قدمت اي حاجه. الترابي عرفتها؟ هاي دي بس خليها شويه كده. الترابي قال ما في عذاب قبر، وربنا عز وجل قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه. شوف ربنا فرق بين امرين، النار يعرضون عليها شنو؟ غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعه ده شنو؟ ده براو. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة إن عذاب القبر حق. ونحن يا أخواننا كلنا في التشهد الأخير في الصلاة بنقول شنو؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وشنو؟ ومن عذاب القبر وشنو؟ ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وأدلة كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم جمر على قبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ده دليل ولا ما دليل؟ ده الترابي. الترابي قال ما في أشراط ساعة ذاته، ما في أي أشراط ساعة، عرفتها؟ والترابي جوز لهم الموسيقى في كتابه اسمه الدين والفن، إنه يجوز، وقال ينبغي للآلات الموسيقية أن تؤوب إلى الله. أنا ما أعرف الكمان يتوب لله كيف، الله أعلم، عرفتها؟
يتردى من شاهق ولا يسوي شنو عرفته. وكان بيجي يقول لهم عندهم حاجة يسمى الموسيقى الإسلامية، ولا ينبغي أن يعبد الطار الله وحده. قال يعني ما شغل صوفية بس، الموسيقية برضو تخش. شكذا تلقى الترابي برقص وزات قاعد برضو في الموبايل، تلقى يرقص، النار ولعت وبقلبي بط فيها وبتاع، لما ولعت فيه ذاته عرفته. وكلام كثير، فرصة مفتوحة للعلمانين أو غير العلمانين، فرصة مفتوحة مداخلات. ده الصادق المهدي يا علماني، انتوا قالين بنخليكم ده ما الآن قاعد معاكم في قوة الحرية والتغيير، جريدة الصيحة كله قاعد عندنا، ونتحدى الصادق المهدي لحد آخر أنصار صغير. قال تجربة النبوة صاحبتها أخطاء في الحكم. الرسول قال أخطأ في الحكم، وزي ده يا أخواننا بنتكلم معه زي ما قال المتحدث بلين، والله ده أنا نجم ونجام لما نقوم غباره عرفته. الصما زول يقول الرسول قال مهما بلغ أو قال كفر تتعامل معه بلين، لا ما بتعامل معه بلين، زي ده أشد عليه وشد شديد لأنه زول مجرم عرفته. زول أيد اتفاقية السيداو، اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وهذه لها قاعدة هنا. قالوا بجوز للراجل يتزوج راجل والمرأة تتزوج المرأة، زي ده أخواننا أشد عليه ولا ما أشد عليه؟ ها؟ وده هل بيشبه كده؟ خليك من البقية، ده بيشبه ثقافتنا السودانية يا أخي. زمان جد الضال المهدي الكبير برضو ضال مبتدع، إحنا بنشوفه ظل ضال منحرف، وما هو المهدي المنتظر عرفته، ولا مهدي هو ذات، هو ضال ما هو مهدي. المهم قال عنده كتاب، في كتاب اسمه منشورات المهدي للدكتور أبو سليم، ده أخذوا به دكتوراه في جامعة الخرطوم، بيتكلم في المجلد الأول. قال إنه المهدي زمان كان بيقول لي جماعته كده، نشوف هل كلام المهدي الضال الزمان زي الهسي ده. قال والمرأة التي ترفع صوتها أمام الرجال تؤدب بالجلد 27 صوت، يعني اللي بتجي كادرة من كادرات حزب الأمة تجي تكوري طرق طق طق حرية، طرق طرق رق رق حرية، دي بيعمل لها شنو؟ قال والذي يضع التنباك، ودي ذاتا احنا ما حصلنا دليل هسي. قال والذي يضع التنباك في شفته السفلى يؤدب بالجلد 27 صوت، ومن يضع ده المهدي الضال الزمان، ومن يضع التنباك في شفته العليا يؤدب بالجلد 30 صوت. شكله الشنقة فيها كيف زيادة عرفتها؟ قال والبعير إذا حمل الصعود فإنه لا يجوز أكل لحمه، يا زول ده ما تشدد هسي. قال والذي يشرب الخمر يقام عليه الحد ويجلد. قال وجاره إن علم به ولم يبلغ عنه يجلد أيضا حد الخمر. هسي المتشدد منه يا ناس، والله الناس بتتجنى علينا ساي، كيزاني مرمطوا بين الوطة، علمانين مرمطوا بين الوطة، شغلة غريبة ذاته. ونحن لا بنغير بايدنا ولا بنضارب الناس، ونحن اللي بنحارب ناس داعش ونحارب المجرمين ونحارب الملاحدة الشيوعيين ونناظرهم، عشان كده بزوغوا. الليلة جبهة الديمقراطية دارة تعمل لها برنامج من ما في، الليلة يوم حزب تاني دارة تعمل برنامج من ما في عشان الناس ما يجوا يسمعوا كلامنا ده، وكلامنا قاعد هذا الليل الكلام قاعد. رجع الجريدة دي لأنه بنحتاج لها، نازل ما جو عرفته، دفنوا دقين زي ما قالوا. طيب كتاب، ده كتاب البيان الشيوعي يا جبهة ديمقراطية، تعالوا خشوا. وجواه هنا اتفاقية السيداو، Convention of Elimination of All of Forms of Discrimination Against Women، هني قاعدة هنا عرفتها، اتفاقية إلقاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة. الشيوعيين قالوا إشاعة المرأة إنه المرأة دي تبقى زي شنو؟ تبقى زي السبيل، أي زول يجي يشرب. ديل الشيوعيين الكلام ده يا ربي قالوا، وين؟ مش كلام خطير وكلام صعب وفيه مسؤولية قانونية؟ نحن مسؤولين، ده الكتاب. وده أفتكر إنه رد منطقي لأنه جبنا كتابه، صح ولا ما صح؟ طيب الصفحة 14، طيب قال وللمناسبة لا شيء أكثر إثارة للسخرية من ذعر برجوازيتنا الأخلاق المسرف في أخلاقيته من إشاعة النساء الرسمية المدعى بها على الشيوعين. قال البرجوازية، وما طبعا بيعتبر نفسه فقير بروتاريا بقول لك، والبرجوازية دي للناس الأغنياء،
ده الفهم بتاع الفكر الشيوعي قائم على الكلام ده. قالوا البرجوازية يعني الناس المقرشين لما يجي ينبذونا نحن الشيوعيين بيقولوا إتو عندكم إشاعة المرأة. أنا أشوف قال شنو؟ قال فالشيوعيون ليسوا بحاجة إلى إدخال إشاعة النساء فقد وجدت على الدوام تقريبا. قال لك أصلا إحنا الموضوع ده عندنا عادي. لسه كلام أوضح من ده. قال فالزواج البرجوازي في الحقيقة يعني زواج بـ 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 بالولي وكذا 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 قال هو إشاعة النساء المتزوجات. قال قال وقصارى ما يمكن أن يلام عليه الشيوعيون هو أنهم يريدون إحلال إشاعة رسمية وصريحة للنساء محل إشاعة مسترة نفاقا. ده دارين الشيوعيين. والكلام ده ترجمه في أدبياته بيقول لك معلش أنا بقول كلام سيء بيقوله الشيوعيون. وناقل الفسق لا يفسق وناقل الكفر لا يكفر عند أدلة من الكتاب والسنة بفهم السلف. فهمت؟ ربنا سبحانه وتعالى بينا في القرآن وكذا وكذا. المهم عندهم كولين بيقول لك والدبرك ده كلام الشيوعيين أنا جبته أرد عليهم زي ما ربنا جاب كلام فرعون قال أنا ربكم الأعلى وربنا قال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. المهم قالوا والدبرك لما انضاجع كل بنات الطير ما كان قصده يمتع نفسه يكون صعلوك كان قصده نبيل وشريف يملأ الدنيا طيور وغاني. عشان كده أحسن غنية بحبوها الشيوعيين ولا نحن مع الطيور. الواحد دار يبقى والدبرك ونحن جاهزين لك بالنبلة يا والدبرك انت الحاصل. فدي ده هوس والكلام ده صح وبضحك يا اخواننا كلامنا ده صح وبضحك لكن ده ما كلامنا نحن ده كلامهم هم بالدليل وبالنص وبالمنطق وبالكتاب. عرفتها؟ فرويد تبع الشيوعيين قال إن البقرة حينما تلد عجلا فيكبر هذا العجل ويشتد عوده يناطح أباه من أجل أمه نريد مجتمعا شيوعيا مثل هذا المجتمع. عشان كده الشيوعيين فاطمة أحمد إبراهيم مجلة الدستور قالت المرأة ودي طبعا أرجى الراجل في الحزب الشيوعي قالت المرأة إذا زنت لتطعم أطفالها فإن الله لن يحاسبها لأن سياسة الحاكم هي التي دفعتها إلى ذلك. طيب قبل نرد على قال نرد على رد عقلي شوف العقل هنا كيف زول يا أخواننا قبل الأدلة زول جعان بيقدر يمشي يزني وانت ما فيك روح. عشان كده بقول لك العريس دخلوا الضل وأكلوا تمام وكده ما انت ما فهمت الحاصل. فدي الناس مجرمين ده من ناحية عقلية. وأما في الشرع والسنة قالت عائشة رضي الله عنها كان يمر علينا الهلال والهلالان والثلاثة أهل في شهر ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقال عروة يا أمه بما كنتم تعيشون قالت على الأسودين التمر والماء. عفة هند بنت عتبة رضي الله عنها لما جاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. لما النبي صلى الله عليه وسلم وصل لقوله تعالى للآية ولا يزنين هند رضي الله عنها رجعت قالت أو تزني الحرة في حرة بتزني. فده المنهج الدارين لنا الشيوعين. وقبل فترة في التلفزيون جابوا برنامج بتاع واحد ألماني أو مجنس ألماني اسمه منو كده عبد الكريم جعفر عبد الكريم في برنامج اسمه شباب توك مش الناس حضره. جابوا في واحدة عاملة زي ملاحم رقيقة قالت يعني إنه من حقها تمشي من حقها تمارس أي حاجة. قالت واحدة قالت أنا لو مشيت عريانة ما من حق الناس يعينوا لي. ليه ما من حق الناس؟ أنت مش أخذت حقك تمشي عريانة ده داري ياخد حقه يكشف ما صح ما هو ده بمنطقهم هم بالمنطق بتاعك بتاع الحرية ده. قاموا سألوها بعد البرنامج انتهى قال لا بتقبل بالتعدد وكده والزواج. قالت أنا رافضة المؤسسة ذاتها يعني رافضة إنها تجي عبر مؤسسة الزواج. طيب انت جابوك بوين؟ ببحر الشعبية ولا هوس؟ قالت ان احنا دايرين البنات
الوحده تجي راجعه الساعه 1 بالليل و2 بالليل وليه بتاع السواري يسالها؟ تجي راجعه بالليل زي ما قال لك اخونا احمد البدوي والغنماية هلا بيزعلوا منا اما جات المغرب لما المراه يا اخواننا. ده هل ده بيوافق العادات ساي بتاعت الشعب السوداني؟ الرجاله والمروه. هسه عليك الله عندنا في مجتمعنا ده في واحد بيرضى اخته تبقى كده؟ لكن العلمانين بيرضوا. الدليل شنو؟ في الاعتصام واحد اسمه البوشي الناصري تبع الحريه والتغيير قال يا اخواننا البنت انت لما تجي تحبها ما تبقى عقليتك ذكوريه، قال تسالها جايه من وين وماشيه من وين وتبقى عليها وصي. قال البنت لما يكون عندها حبيب قديم وانت جيت حبيتها ثاني وده شنو داس؟ هسي وده داسي ما سكن انا مالي مال السكن عرفتها؟ المهم قال انت ليه بتجي تقول لها بتجي تزعل عليها من حبيب الاول وتغار عليه؟ يعني تبقى دايوس ساكت. وربنا قال محصنين غير مسافحين ولا متخذي شنو؟ اخدان. زول بيعشق بغير شنو؟ بغير الطريق الشرعي. فده كل اخواننا ده دارين انه العلمانيين دارين يخربوا مجتمعاتنا ودارين مجتمعاتنا نحصل مرحله عشان يرفعوا مننا الحظر والاقتصاد بتاعنا الدولار يدعموا لنا وكده. اخر حاجه جونا بواحد اسمه علي بلدو قاعد في النت قال انه يجب ان تحمى حقوق المثليين في السودان. مش قال كده؟ وده انا ما اعرف برضه سؤال للاخ القبيل هذا نعامله بالتي احسن؟ ده برضه نعامله بالتي احسن؟ قال مفروض انت الزول ده ما تسيء له ذات. زول يا اخواننا بيمارس لواط وفاحشه سيئه مخالفه للفطره. ده انا يعني ما انكر عليه والله يومين ما انكر عليه غايته الانتحار ما بجوز، لكن بشوف لي بلد ثاني. يا ناس نحن حصلنا المرحله دي؟ شغله عجيبه ذاته. فدي اخواننا دي العلمانيه وديل الجمهورين. والود ده جرى، انا اخونا ده قال لي ده الود الخشه وين ما بعرفه عرفته؟ الود القبيل الجمهوري. ونحن اسف فتحنا له الكتاب وما قدر يجاوب. واي زمن تلقى الجمهوريين ديل جو البلد دي طوالي جبنا لهم ان شاء الله. نحن ان شاء الله بنجيك متلبين باذن الله سبحانه وتعالى. ربنا بجيبنا لكم. ويا جمهوريين نقول كما قال خالد بن الوليد السلف قال للروم لو صعدتم الى الصحب لاصعدنا الله اليكم او لامطركم علينا. ان شاء الله وراك بحول الله تبارك وتعالى وقوته. انا ما اعرف الاخوان بتواصلوا بعد الصلاه ولا كفايه، انا بفضل الله ما عندي مشكله. لو في جمهوري كان نايم ولا كان خالط ولا كان بيصلي صلاه الاصاله انا جاهز قاعد لك بحول الله وقوته. ولو في علماني ولا كوز ولا جبهجي ولا غيره جاهزين لك بالكتب. عرفتها؟ فنحن بنوصي الشباب كلهم ما ينتموا لحزب ولا تنتمي لانصار سنه، ولا نحن انصار سنه، ولا تنتمي لجبهجيه، خليك مسلم امامك الرسول صلى الله عليه وسلم. يا خاشعين بيقولوا والله نحن مع الطيور، نقول لهم والله نحن مع الرسول صلى الله عليه وسلم. اوعك تلاوز، وما في زول يجي يغشك من العلمانيين ولا غيرهم، يجي يقول لك الكيزان سبوا الدين اذا الدين ما نافع، انت ما نافع والكيزان ما نافعين. دين ربنا باقي، ربنا قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. وفي محاضرات واركان لو الليله كانوا نايمين او كانوا شاربين مشروبات روحيه ما صاحين. فعندنا منابر ثانيه اخونا ان شاء الله مزمل بوريكم الجدول حق المحاضرات فتجونا جاهزين، ما دارين اي زول يجينا ما جاهز عشان بعدين ما نرد عليك رد ما منطقي. جزاكم الله خير.